والله هي دي عائلة الأهلي. الواحد بيبقى فخور وهو بين عيلته اللي احنا بنقول عليها أعضاء النادي الأهلي. وزي ما دايما بنقول وقلنا قبل الانتخابات، مفيش حاجة اسمها فرع الشيخ زايد. أهلي زايد وأهلي الجزيرة وأهلي مدينة نصر كلنا عائلة واحدة، وبإذن الله ربنا يقدرنا ونقدر ننفذ برنامج عائلة الأهلي بإذن الله، علشان الناس تعرف إن بإذن الله الناس اللي ادتنا صوتها دي كانت على حق، وده دين على فرقتنا وربنا قدرنا كويس. حاجة حلوة إن يبقى فيه تواصل، ويبقى الرياضة هي اللي بتجمع الناس كلها. وما فيش حاجة اسمها النهاردة الرياضة ملهاش سن، النهاردة عندها 70 و80 سنة الناس بتعمل ماراثون، لكن الحقيقة شفنا شوية شباب فوق ال50 بيلعبوا ماتش كورة كان حلو جدا، وشفت ناس بتلعب بنضارة شمس، كانت حاجة يعني ليها طابع خاص يعني.